السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة أولى ثانوي أهلا بيكم في موضوع مهم جدا ويمكن من أمتع الحصص اللي أنت هتدرسها معانا في الجينيتكس، حصة البلود جروب، فصائل الدم. فصائل الدم قصة كده وموال كبير جدا والاستخداماتها كتير أوي. يعني بنستخدم مثلا موضوع دراسة فصائل الدم اللي هي البلود جروب، فكرة الساينتفك استدي للتايبس اوف ايه ليفنج اورجانيزم، انواع الكائنات الحيه وانواع الهيومن سبيشيز الاجناس البشريه، يعني رقي الكائنات والزنوج الافارقه اليابانيين الامريكان، لها شويه تفاصيل كده حلو. قضايا النسب الباترنتي اللي هو انكار النسب وفلان اتجوز فلانه وقال لا مش عيالي، والهيصه دي برضو نقدر البلاد جروب تتدخل فيها بقوه كده وتحسم شويه مشاكل فيها. عمليات نقل الدم البلاد ترانسفيوجن، واحد صاحبك حبيبك بيعمل عمليه عايزين دم، تروح انت تتبرع يقول لك لا دمك ما ينفعش، ليه وانا دم كلاب يعني مش هينفع اقدم صاحبي؟ لا يا عم، الفصيله مش كومباتبل، مش متوافقه، ويجي واحد تاني غريب ما يعرفوش يتبرع له ويقول له كتر خيرك يا حاج فصيله دمك هي اللي نقصته. كل الكلام ده هتدرسه في فصائل الدم. طيب يلا بينا يلا بينا. بص يا جدعان، فصائل الدم، احنا عندنا فصائل الدم البشريه 4 انواع. عندنا فصيلة دم A و B و A B و O، عندنا 4 أشكال لفصائل الدم، 4 different phenotypes، 4 أشكال لفصائل الدم. فصيلة دم A، فصيلة دم A، فصيلة دم B، فصيلة دم A B، فصيلة دم O. ده كلام جميل. طيب بس خلي بالك، العلماء قالوا لك يعني الفصائل دي ليها 6 احتمالات. ازاي يا مستر؟ 4 احتمالات ويبقوا 6 احتمالات، 4 فصائل ب6 احتمالات، ما هو انت تفهم بقى معانا يا كبير. بص يا حبيبي، فصائل الدم 4 فصائل فعليا، 4 فينوتايبس، اللي هم مين يا باشا بقى؟ اللي هم شويه الحاجات الحلوه اللي انا هوريها لك دي، او يعني تصبر عليا دقيقه كده بس اجيبهم لك. فصائل الدم هم يعني 4 احتمالات، فصيله دم A وB وA B وO، دولت ال4 احتمالات. بس قعدنا نحفر فلقينا ان فصيلة دم ايه عندها 2 جينوتايبس، ممكن تبقى ايه بيور او ايه او هايبرد. مستر ازاي ايه او واقول عليها فصيلة ايه؟ لان اكتشفنا ان الفصائل كلها مش بنفس مستوى القوة، ففصيلة ايه اقوى من الاو، فلما الاو تيجي جنب الاي تقوم الاي تحط عليها وتاخدها اسيرة ليها ويتقال عليها فصيلة دم ايه. يعني شغل مندل، يعني كومبليت دوميننس، بلطجة. في فصائل بلطجية، فصيلة الاي بلطجي وعفياجة على الاو، فالاي اي بيور اي او الاي او نقول عليه هايبريد اي. طب ماشي يا مستر ماشي، يعني الناس اللي فصيلة دمها ايه تتبع مندل، تتبع فكره الكومبليت دوميننس. كلام جميل. وبرضه يا عم البلطجه معديه، فنكتشف ان فصيله دم بي لها احتمالين، لا اما بي بي بيور، لا اما بي او هايبريد. الله، هو برضه البي عفياجي؟ قال لك البي عفياجي على الاو. هو الاو ده كده مسالم جدا؟ قال لك الاو دي صفه ضعيفه، ريسيسيف باستمرار بيور، له احتمال واحد البومه. طب امال ايه الفصيله الرابعه؟ قال لك الاي بي بقى. الناس اللي فصائلها اي بي دي عالم بتتبع قانون اللاك اوف دوميننس، اللي هو ايه؟ الاي جه بلطج على البي، البي قالت له خلي بالك انا في نفس مستوى القوه، ولو انت معلم على الاو انا برضو معلمه على الاو وعامله معاه كومبليت دوميننس، فالاحسن نتفق ونجيب صفه ان بتوين. فخلي بالك فصائل الدم 4 ب6 احتمالات. ايه هم؟ انا عندي 4 فينوتايبس، الاي والبي والاي بي والاو، 6 جينوتايبس، 6 احتمالات رمزيه، اي 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 او بي 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 او 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 اي بي. طيب مستر، انا كفرد واحد بس، كبني ادم واحد، هيبقى عندي كام احتمال من دول؟ والله يا ابني انت هتاخد اي احتمال من الستة دول وهنلاقيه موجود ومتسجل زي الفل على الكروموزوم رقم 9 في جسمك، ويمكن دي معلومة قلناها في اول حصة، ان الطيب بتاع البلاد جروبس او الجينز بتاعت البلاد جروب بتبقى موجودة على الكروموزوم رقم 9. طيب ماشي يا مستر، نيجي للخطوة التانية. مستر
دلوقتي انت قلت في فصائل عفياجية كده زي الاي والبي على الاو، كلام جميل، وقلت ان الاي والبي عملوا معاهدة مع بعض كده وعملوا حاجة ان بتوين اسمها الاي بي، كلام جميل. هي فصائل الدم هتبقى تبع مندل كومبليت دوميننس ولا لاك اوف دوميننس ولا حاجه غريبه التلاته؟ يقول لك الجينيتك انهيرتنس اوف بلاد جروب، الاساس العلمي او الشكل الوراثي لفصائل الدم. قال لك في فصائل دم تتبع مندل، ينطبق على قانون البقاء للاقوى الكومبليت دوميننس، زي الاي والبي دومينيتس الاو. طيب في فصائل دم ملهاش علاقه بمندل وتتبع قصه lack of dominance، اشمعنى؟ as a and b neither one of them dominates the other so they produce in between character اسمها ال AB. طيب ماشي، ايه تاني بقى يا مستر؟ قال لك فصائل الدم تبع حاجه اسمها multiple alleles. يعني ايه مالتيبل الزينز؟ اسم جديد للوراثه، طريقه جديده او فكره جديده للوراثه، قانون جديد للوراثه. احنا قلنا فصائل الدم كومبليت دومينانس عشان الاي والبي اقوى من الام، فصائل الدم لاك اوف دومينانس عشان الاي والبي نفس مستوى القوه، فجابوا حاجه في النص اسمها الاي بي. فصائل الدم متعدده الجينات، متعدده الرموز. ايوه ليه؟ لان اول مره حضرتك دلوقتي تدرس كاركتر واحده، صفه واحده، كاركتر واحدة، صفة واحدة اسمها فصيلة الدم البلاد جروب، وتلاقي مسؤول عن الابيرنس بتاع الكاركتر دي تلات حروف الاي والبي والاو. فخلي بالك لو سألك في المقال give reason blood group related to complete of dominance، اقول عشان الاي والبي dominates الاو. طيب give reason blood group related to lack of dominance، اقول عشان neither A or B dominates each other so they produce in between character اسمها الـ AB. فصائل الدم related to، ها خلي بالك كده، multiple genes او multiple alleles، اقول عشان the blood group character is controlled by three genes which are A, B, O. كلام جميل. طيب نيجي للنقطة اللي جاية بعد ما خلصنا كذا نقطة. ليه بدرس فصائل الدم؟ مهمة في عمليات نقل الدم، مهمة في الباترنتي قضايا النسب، مهمة في التكسونومي بتاع البني ادمين، تصنيف السلالات البشرية والاجناس المختلفة، كلام جميل. فصائل الدم اربع فينوتايبس A B A B O بست احتمالات اللي هم الستة الجينوتايب. انا كمان ادم عندي وان تايب اونلي موجود على الكروموزوم رقم 9. فصائل الدم تبع الوراثه لها 3 كيسز، لا اما كومبليت دوميننس، لا اما لاك اوف دوميننس، لا اما مالتيبل اليلز. نبدا بقى سنه سنه. ايه سنه سنه دي مستر؟ اعرف فصائل الدم ازاي؟ افرق ما بين فصائل الدم ازاي؟ بص يا كبير، قبل ما تفرق ما بين فصائل الدم انا حابب بس يعني اشغلك مساله مع فصائل الدم الاول، ونشرح اول احتمال من اهميتها اللي هي فصائل الدم بقضايا النسب الباترنتي، عشان ده يمكن موضوع شغل دماغك وخطفك كده ساعه ما انا قلت في الفيديو. فهستاذنك نحل الاول حته مساله كده ونرجع ليك تكون روقت. يا امنيه، ايه يا باشا؟ هنفترض خناقه اتنين ستات ولدوا في نفس المستشفى وعيالهم دخلوا في الحضانه، فانا عندي اتنين تشايلد، تو تشايلد. طب ماشي يا كبير، عيل منهم حلو فصيلة دم او، وعيل منهم عادي جدا زي العيال اللي احنا بنجيبها كلنا كده فصيلة دم بي. ادي العيال اهي. في خناقه قامت ما بين الجوز الستات، في عائلتين بيتخانقوا على العيل الحلو، دي تقول ده ابني حواجبه شكل حواجبي، والتاني تقول لا والله العظيم ده مناخيره زيي بالظبط وعينيه زيي، ففي خناقه. فانت راجل دكتور قاعد في النص عايز تحل الازمه بتاعت الخناقه دي، نعمل ايه؟ تقوم واخد عينه من الراجل والست بتاع كل عيله. فهنفترض ان الفيرست فاميلي العيله الاولى ولتكن عائله الحاج متولي. متولي فصيله دمه A B، ومراته نبويه فصيله دمها O، وشبطانه في الواد الحلو اللي هو الاو. كلام جميل. في عائله الحاج عاصم مثلا يعني، ومراته سوسو هنفترض، تمام،
عاصم ده يا عم فصيلة دمه ايه، ومراته فصيلة دمها بي، وبرضو الناس دي شطانة في الواد الحلو اللي هو مين او، وتحس ان الواد او الحلو ده جاي مع سوسو اكتر يعني. فانت راجل دكتور عايز تقول تفض الخناقة وتلم بقى الستات ماسكة في شعر بعضها، ده ابني لا ده ابني، والقصة دي حرام عليك، وهتروح من ربنا فين؟ تعالى يا باشا، تقوم تشتغل مسألة على طول، تقوم تخلص عيلة الحاج متولي كده تمام، متولي ايه بي ونبوية او، او ده بيور يبقى او او على طول كده، ناخد منه او واحد جميت واحد، ومتولي هينزل الاي جميت وينزل البي جميت، ونقوم نعمل كده اي او فصيلة دم ايه. طيب والاو مع البي يجيب لي بي او فصيلة دم بي، يبقى ايه الفصائل اللي عيلة متولي تخلفها؟ متولي يخلف حاجتين، يخلف فصيلة دم بي ويخلف فصيلة دم ايه؟ ايه؟ هل متولي ونبويه يقدروا يجيبوا عيل حلو في فصيلة دم او؟ لا، يبقى الواد مش تبع نبويه ومتولي، الواد تبع عاصم وسوسو، الحلو ابن سوسو. طب نجيبه ازاي برضو؟ نتاكد زياده امان، نقوم نعمل عاصم اي او وسوسو بي او، نعملهم هايبرد هايبرد عشان نزود احتمالات المساله، ونقوم ننزل بي في جنب واو في جنب وايه في جنب واو في جنب، كلام جميل. وندي احتمالات رقم التليفون بقى، 13 يبقى اي بي، 14 بي او، 23 اي او، 24 او او، دي فصيلة دم اي بي، دي بلاد جروب بي، دي بلاد جروب اي، دي بلاد جروب او. خلي بالك عاصم يقدر يخلف عيل او، يبقى حصل تبديل. اه حصل تبديل، الواد الحلو ابن مين؟ الواد الحلم الواد الحلو ابن عاصم وسوسو، لانهم يقدروا يخلفوا او، لكن الحاج متولي ومراته نبويه يخلف بيه عادي جدا وما يعرفش يجيب او، فيبقى الاكس تشينج اتلم، وانت حليت المشكله والدنيا عدت على خير. خلي بالك عشان تبقى راجل حاسم موقفك. طب مستر مستر، سؤال بقى عبيط جه في دماغك وانت بتسمع الفيديو ده، افرض الواد كان جه هنا وهنا، يعني افرض الولدين، افرض مثلا او بنعدل في المساله، افرض يا مستر الولدين كده، افرض يا مستر فرض الولد بي وبي، بس ده عيل حلو وشكله جميل، وده عيل دمه بي بس شكله مش حلو قوي، والخناقه على عيلين والاتنين فصيلة دمهم بي، وانت لما تبص تلاقي عاصم وسوسو يخلفوا بي، وتلاقي متولي ونبويه يخلفوا بي، هنحل المشكله دي ازاي بقى؟ لا يا باشا مش هنحلها بالبراد جروب، هنروح نعمل تحليل دي ان ايه؟ جيناتيك اناليسيس بقى، ونصرف 20,000 جنيه عشان نقدر نعرف الواد ابن مين بالظبط، واصرف بقى وادفع. فعند عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الافشنسي بتاع التحاليل بالبلاد جروب مش 100%، يعني انا بحل المتاح، لكن في مشاكل لازم اروح لحاجه اسمها دي ان ايه، اعمل تحليل الدي ان ايه، ممكن اقف عاجز مش قادر اكمل. طيب ده كلام جميل، اديك بقى تكات حلوه، اديك شويه تكات حلوه، ورقه وقلم بقى معايا، بما اننا دخلنا في النسب بقى والقضايا والقصص دي. في ناس ما تخلفش ناس معينه، يعني انت ربنا كرمك مثلا يعني انت عيل فصيله دمك ايه بي، انت مثلا ولد فصيله دمك ايه بي، اوعى تتوقع انك تخلف او، ده ما بيجتمعش معاك، الاي بي لا ينجب او، جوزه في اي فصيله، جوز الاي بي في اي بي عمره ما هيجيب او، جوز الاي بي في اي او عمره ما هيجيب او، جوز الاي بي في بي او عمره ما هيجيب اي او، جوزه في اي اي جوزه في بي بي عمره ما هيخلف او. لو انت اب او لو انت ام اي بي عمرك ما تخلف عيل او، ولو انت او عمرك ما تخلف عيل اي بي، الاتنين دول ما يتجمعوش اب وابن، لا اي بي اب يجيب او ابن، ولا او اب يجيب اي بي ابن. ركز في التكات الصغيره الحلوه دي قوي، حلوه جدا، مديك شويه افكار حلوه قوي في الواجب وفي الملزمه، يا رب تبقى فهمت قصه قضايا النسب دي تتظبط ازاي. طيب كلام جميل، خطفتك انا في السخان كده وفهمتك يعني ايه الباترنتي قضايا النسب. ممكن اديك فزوره برضو كده، اقول لك ايه، جوز لي راجل وست يجيبوا كل الفصايل،
يلا يا كبير. ميل اند فيميل ويز ديفرنت بلاد جروب جيف فور ديفرنت بلاد جروب. لو قلت لك راجل وست يجيبوا كل الفصائل جوز اي او في بي او زي عاصم وسوسو كده. الفصيلتين اللي لو اتجوزوا بعض يجيبوا كل الاحتمالات اي او في بي او هيطلع اي بي وبي او واي او واو او. طيب خد اللقطه اللي جايه دي. عايز اب وام، اب وام ويز ديفرنت بلاد ويز ذا سيم بلاد جروب، ميل اند فيميل ويز ذا سيم بلاد جروب، راجل ومراته نفس الفصيله. Produce two child with different blood group from each other and from the parent. أترجم لك عشان أنا عارف اللغات بعافية. راجل ومراته نفس الفصيلة يجيبوا ولدين مختلفين عن بعض في الدم ومختلفين عن أهليهم. فكر. فكرت؟ فكرت يا دكتور؟ راجل ومراته نفس الفصيلة يجيبوا عيلين مختلفين عن بعض في فصائل الدم ومختلفين عن الاب والام. اهو يا معلم اي بي لما يتجوز اي بي، بص كده اهو هينزل الاي والبي، الراجل ومراته نفس الفصيله. حلو الكلام. هيجيبوا اي اي وهيجيبوا بي بي لو ركزت، وطبعا هيجيبوا في النص اي بي مرتين، اي بي مرتين، اي بي مرتين. اهو لو خدت بالك ولو ركزت كده هتلاقي ان ادي ولد اهو فصيلة دمه ايه، وادي ولد تاني فصيلة دمه بي، الاتنين مختلفين عن بعض ومختلفين عن اهاليهم. يا رب تبقى التكات دي عجبتك. فهمت قضايا النسب والتكات وعرفت ان الاو ما يخلفش اي بي والاي بي ما تخلفش الاو؟ طب كلام جميل. نرجع بقى للنقطة الاساسية، ازاي اعرف فصيلة الدم؟ بص يا دكتور، انت تعرف فصيلة الدم بتلات انواع، باربع طرق. نعرف فصائل الدم بأربع طرق. نعرف فصائل الدم بالأنتيجين بتاعها وبالأنتي بودي بتاعها وبالأجلتينيشن بتاعها وبالبلاد جروب بتاعها، بالبلاد ترانسفيوشن. يا أمنية والنبي يا بابا شوف بس عشان ما سجلش. حاسس وجايه هو 17 دقيقة. طب خلاص يعني أنا أكمل. كمل. لا أحسن. أنا أمنية شغال بأصبعي الصبح. ولا حد جاب قهوة. أنا سادة أمنية. اننا شقه. ازاي اقدر اعرف البلاد جروب؟ قلنا في اربع طرق. الطريقه الاولى اعرف البلاد جروب بالانتيجين بتاع البلاد جروب. ايه الانتيجين؟ بس كتله بروتين بتبقى موجوده على الريد بلاد سيلز بتاعه الفصيله، حته بروتين حته لحمه كده موجوده على سطح كرات الدم الحمراء بتاعه فصيله الدم. الانتيجين تايب اوف بروتين مولكيول present at the surface of red blood cells. لقينا ان البروتين ده له اشكال معينه. فمثلا في حته بروتين شكلها مثلث زي ما انت واخد بالك كده اهي، موجوده في فصيله دم ايه مثلا، يعني دي اشكال هندسيه وموجوده في الاي او لانهم نفس الفصيله. طب ده كلام جميل. ولقينا حته بروتين مختلفه بشكل مختلف بمنظر مختلف لونها موف اهو زي ما انت شايف وعامله زي المربع كده، سميناها انتيجين بي. يبقى اللي عنده انتيجين ايه هنسميها فصيله ايه، واللي عنده انتيجين بي هنسميها فصيله بي، واللي عنده انتيجين الايه مع انتيجين البي زي ما انت شايف كده الاثنين انتيجين موجودين معانا زي ما انت شايف كده اهو، انتيجين ايه وانتيجين بي هنسميه فصيله اي بي. واللي غلبان قلب امه ومتسفلت كده وثموز وزيرو زيرو انتيجين هنسميه او. فخلي بالك يا محمد، يا حمد لله على السلامه يا حبيبي. الفصائل الدم يا محمد بتاعت البني ادمين اربع انواع، نعرفها باربع طرق يا ابو حميد عشان لو انت فهمت العيال دي هتفهم. عشان انت راجل علم رياضه يعني، مش قصدي امكانيات، انت ادبي كمان. طيب يعني انت راجل ادبي لو فهمت يبقى انا راجل شاطر. الفراد جروب يا محمد فور تايبس اي بي اي بي او. افرق ما بينهم من حاجه اسمها انتيجين. ايه الانتيجين ده؟ حته لحمه، حته بروتين موجوده على سطح الريد بلاد سيلز كرات الدم الحمراء. فصيله الدم ايه بيبقى عندها حته مثلثه كده بنسميها انتيجين ايه، وفصيله الدم بي عندها حته مختلفه اسمها انتيجين بي. فصيلة دم اي بي عندها القطعتين، عندها انتيجين اي وانتيجين بي فخدت لقب اي بي. فصيلة دم او فصيلة ريسيسيف، فصيلة ضعيفة تافهة ملهاش تأثير كده بقوة
فما عندهاش انتجين فزيرو انتجين فخدت لقب او. فيبقى انا اقدر اميز ما بين الفصائل من خلال الانتجين. وات از ذا تايب اوف وات از مينت باي انتجين؟ تايب اوف بروتين مولكيول فاوند اون ذا سيرفيس اوف ريد بلاد سيلز ديترماين ذا تايب اوف بلاد جروب. عندي منه احتمالين، انتجين A وانتجين B. لو انتجين B موجود لوحده يبقى الفصيله A، لو انتجين B موجود لوحده يبقى الفصيله B، لو مش موجود خالص يبقى الفصيله O، لو الاثنين موجودين يبقى الفصيله AB. فهمت يا ابو حميد؟ كلام جميل. في حل تاني يا محمد يخلينا نقدر نفهم القصه دي؟ ده اسهل. دي سهله؟ اه. طب هفهمك حته ولا ما نمرش؟ والله استنى بس عشان لو فهمتها تديني طاقه ايجابيه. ماشي. احس ان انا ايه؟ العيال هتفهم. بص يا محمد، هنعمل حاجه جميله دلوقتي. انا قلت عندي كام فصيله؟ أربعة. قوم يا جدعان، ادي الفصيله قوم يا ابو حميد. يا مسح يا رب تتعدي على خير. ازاي هنفرق ما بين الفصائل؟ قلنا اول طريقه للتمييز ايه يا محمد؟ الانتيجين. الانتيجين انتيجين. الانتيجين ده بروتين موجود على سطح الريد بلاد ايه؟ سيلز. حلو؟ فدي فصيله A ودي فصيله B ودي فصيله AB ودي يا عم فصيله O الفصيله التعبانه الضعيفه اهو. ما عندهاش حاجه. الله ينور عليك. هنرسم محمد للعيال الغلبانه اللي بتاخد معانا. ادي الريد بلاد سيلز RBCs. ادي الريد بلاد سيلز RBCs. ادي الريد بلاد سيلز يا معلم RBCs. ادي الريد بلاد سيلز هنا بقى يا محمد هنلاقي انتيجين ايه؟ مثلا مثلث موف كده مثلا، يبقى دي فصيله مين؟ ايه؟ طيب هناك يا عم محمد هنلاقي انتيجين مثلا مربع كده هنسميه انتيجين بي. هل الانتيجين ده يا محمد نفس الشكل بتاع ده؟ لا. الاجابه لا، يبقى الفصيله تختلف. يبقى اللي بيحدد نوع الفصيله الانتيجين اللي هو البروتين اللي موجود على السطح. لو رحنا على الاي بي هنلاقي ان البوث انتيجين موجودين، مثلث ومربع. مثلث مثلا هو ما بيبقاش شكله كده، بس احنا بنقرب المعلومه للايه؟ للطلب اهو يا عم. فاول ما تلاقي تي وانتيجين تعرف انك بتتكلم على مين؟ اي بي. طب ما لقيتش انتيجين نو انتيجين يبقى انت بتتكلم على مين يا معلم؟ على او. يبقى الاو نو انتيجين. حلو. هو في بني ادم محمد فصيله دمه ايه؟ في دراع، وفصيله دم بيه في دراع ثانيه؟ يبقى الجسم كده الجثه بالكامل فصيله واحده، حصل؟ طب تمام. انت لو حاجه دخلت غريبه على جسمك، جهاز مناعتك يقاوم ولا ما يقاومش؟ يقاوم جدا. بص بقى اللقطه دي يا معلم. كل فصيله يا محمد، كل بني ادم عنده دم في فصيله معينه عامل جوه نفسه جيش، جيش للدفاع عن الدم ده ضد الدم الغريب. المناعه. حلو الكلام؟ دي المناعه. فقعدنا يا عم ندرس القصه دي فنلاقي من ضمن مكونات جسم دم الانسان حاجه اسمها البلازما. سائل الدم. البلازما ده سائل الدم يا محمد. نلاقي كل فصيله سواء ايه او ايه بي او او ولا الكلام من ده كله جايبه سلاح ومخبيه في جسمها عشان لو في دم غريب عنها دخل عليها تدغدغ امه. طيب من نوع السلاح اقدر اعرف نوع الفصيله. طيب ايه السلاح بقى؟ كلمه سلاح يعني انتي بودز. كلمه سلاح يعني ايه؟ انتي بودز. فتعالى بقى بالراحه يا عم محمد عشان نسهل برضو المعلومه على الطلبه بتاعتنا. سلاح انتي كلمه سلاح انتي سلاح انتي ها سلاح. فالفصائل شايله اسلحه عشان تدافع بيها عن الاجسام الغريبه اللي ممكن تخش الدم. فنيجي نفكر كده، بس قبل ما نفكر تعالى نفترض ونضحك شويه مع بعض وندخل سنه في السياسه ونسمي الفصائل دي بدول عشان ما تنسوش. هفترض ان فصيله دم ايه مصر، وفصيله دم دي اسرائيل، وفصيله دم اي بي مصر زائد اسرائيل لما تصالحنا ايام السادات الله يرحمه وملاحم بيجن الله يحرقه. طيب الدوله الضعيفه مين يا عم؟ فلسطين. مع اهو شبهنا الدول كده الفصائل بدول. مصر عندها الانتيجين بتاعها انتيجين ايه. حلو.
مصر بقى بدماغك جايبه سلاح ضد مين؟ ها فكر كده، سلاح ضد مين؟ اسرائيل. الله ينور عليك يا عم، انت راجل ادب اهو. يبقى انت لما هتشتري سلاح يا محمد هتشتري انتي، ها انتي بي اهو. يبقى فصيله دم ايه عندها سلاح ضد الفصيله القويه اللي قصادها اللي هي بي؟ مصر جايبه سلاح ضد اسرائيل وعيناه. حلو الكلام. طيب هل اسرائيل ساذجه؟ طب اكيد ايه ناصحه، وانت الوحيد اللي ناصح في الكون. فاسرائيل عندها انتيجين بي بتاعها اهو، تمام، بس جاي بسلاح ضد مين؟ مصر. فاسرائيل اللي هي بي عندها انتي ايه؟ يعني ايه انتي ايه؟ سلاح ضد فصيله ايه؟ واحنا في مصر جايبين سلاح ضد فصيلتها بي. حلو الكلام كده. طيب مصر واسرائيل اتصالح يجيبوا سلاح، ما قاعدين اهو، فتلاقي فصيله ايه بي لا يوجد اسلحه، لا يوجد انتي بودز. يبقى مين الفصيله اللي ما عندهاش سلاح اي بي؟ احنا اصحاب وحبايب، نجيب سلاح لبعض ليه؟ طيب فصيله دم او يا مستر ضعيف، دي فصيله ضعيفه، والضعيف قلقان وخايف، يخاف من الاقوياء اللي حواليه. مين القوي حوالين الاو؟ مصر واسرائيل. هتلاقي فلسطين دولة ضعيفة، فهي قلب امها جايبة انتي اي وانتي بي، سلاح ضد الفصيلتين. لا تاني تاني، ازاي كده؟ افهمك. الفصائل بتحدد باربع طرق. اول طريقة الانتيجين بتاعها، العالم بتاعها، البروتين اللي موجود على الريد سيلز بتاعتها. لو انتيجين اي يبقى اسمها فصيلة اي، لو انتيجين بي المربع يبقى اسمها فصيلة بي، لو الاثنين انتيجين اللي هو الاي والبي بنسميها فصيله اي بي، لو زيرو انتيجين نسميها فصيله او. وفي نفس الوقت نسيبنا من الريد بلاد سيلز وننزل على سائل الدم اللي اسمه البلازما وندور على الاسلحه اللي متعانه. فصيله دم اي عندها انتي بي، سلاح ضد البي. يعني ايه سلاح ضد البي؟ مشبك شوكه كده تبقى عامله زي الواي شيب كده اهو. بص شكلها عامل كده، شوكة عاملة كده تمسك سلاح عامل كده، بيبقى واخد شكل الانتيجين بتاع البي. سلاح يروح يمسك الانتيجين بتاع البي يمرمطه عشان يقتل الدم الغريب ده. طيب يعمل معاه تجلط، يوقف حركته، ينشفه. طيب بي جايبة سلاح ضد الايه؟ طب سلاح ضد الايه؟ الايه الانتيجين بتاعه مين؟ مثلث. تقوم تعمل له سلاح زيه بالظبط، مثلث برضه، يمسك مع الايه ويمرمطه. طيب مستر الاي بي ما عندها السلاح بقى، ما هتجيب اسلحه ضد نفسها، هي عندها انتيجين اي وعندها انتيجين بي، تجيب سلاح ضد نفسها. لكن الاو تلاقي عندها السلاحين، عندها الانتي اي وعندها الانتي بي عشان تدافع بيهم عن نفسها. يبقى بالراحه كده لما اجي اقول لك انا راجل عندي انتي بي، انا راجل عندي انتي بي، يبقى انا مين يا باشا؟ ايه انا راجل عندي سلاح ضد اسرائيل يبقى انا مصري. طب انا راجل عندي انتي بي، انتي بي يبقى انا ايه؟ صح ولا صح؟ طيب انا راجل عندي انتي ايه؟ وانا قلتها غلط ولا ايه؟ حصلت غلط. اه صح بالراحه. انا راجل عندي انتي بي سلاح ضد اسرائيل يبقى انا راجل مين؟ ايه. طب انا راجل عندي انتي ايه سلاح ضد مصر يبقى انا راجل مين؟ بي. طب انا راجل ما عنديش سلاح خالص وزود انتي بودز يبقى انا راجل اي بي. طب انا راجل عندي تو تايبس اوف انتي بودز يبقى انا راجل مين؟ او. خلي بالك الله يرضى عليك، خلي بالك الله يرضى عليك. يبقى انا اعرف احدد الفصائل دلوقتي من الانتيجين ومن الانتي بودز، من الانتيجين والانتي بودز. خلي بالك عكس بعض، يعني اللي عنده انتيجين اي عنده انتي بي، واللي عنده انتيجين بي عنده انتي اي، واللي عنده الاثنين انتيجين ما عندهوش الاثنين انتي بودز، واللي ما عندهوش الاثنين انتيجين عنده الاثنين انتي بودز. متهيألي بقى ايه رايق اهو، كل حاجه عكس بعضها. انا عندي انتيجين اي يبقى انا عندي انتي بي، طب انا عندي انتيجين بي يبقى عندي انتي اي، طب انا عندي البوث انتيجين ما عنديش انتي بودز، طب انا ما عنديش انتيجين خالص يبقى عندي الاثنين انتي بودز. فهمنا يا جدعان؟ يبقى انا حدد كده فصائل الدم، عرفنا ان الانتيجين ده كتله بروتين موجوده على سطح الريد بلاد سيلز، وعرفنا ان الانتي بودز ده سلاح
بيتخانق مع الدم الغريب وبيبقى موجود جوه البلود بلازما. ده كلام جميل. خد بالك بقى من القصة اللي جاية. القصة اللي ده يا مستر اعرف فصائل الدم ازاي؟ قلنا بعرف الفصيلة باربع طرق. اول حاجة الانتيجين، تاني حاجة الانتي بوديز، كلام جميل. تالت حاجة البلود ترانسفيوجن، نقل الدم، الفصائل اللي تتبرع لبعضها. رابع حاجة الاجلتينيشن، وهنقفل الحصة عليه. بس نبدأ بنقل الدم ونرجع للبورد دي كمان شوية. نعمل كده، نقل الدم. العلماء قال لك خلي بالك، فنقل الدم حاجة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ في ناس كتير جدا بيحصل لها حوادث فمضطرة تستقبل دم من بره عشان حياتها تستمر. طب هل اي دم يتبرع لاي دم؟ قال لك لا، اولى تمريض مش اولى طب. شوف بقى، اولى تمريض اي حد يبدا يمسك سرنجه بس يعلموه قوانين نقل الدم. يقول لك يا ابني احنا عندنا كام فصيله للدم؟ عندنا يا باشا ان شاء الله الاجابه ايه؟ عندنا ان شاء الله، ان شاء الله اهو، عندنا فصيله دم او، وعندنا فصيله دم اي بي، وعندنا فصيله دم اي، وعندنا فصيله دم بي. اربع فصائل. يقول لك كويس، اعملهم عكس بعض كده، كلام جميل. يقول لك لو انت بتنقل دم، انا بدرس لك بقى وانت راجل في اولى تمريض اهو، او ادخلك اولى طب على طول كده، اشفتك من سنه والطب على طول. بص يا معلم، اي فصيله تدي لنفسها وتستقبل من نفسها. يعني ايه يا مستر؟ يعني يا كبير يا كبير. لو انت دمك ايه وتعبت وصاحبك ايه يتبرع لك عادي جدا، ولو تعب انت تتبرع له عادي جدا، فالايه ياخد ويدي من نفسه عادي. ونفس القصه كل فصيله، البي يتبرع لنفسه عادي جدا ويستقبل من نفسه، والاي بي نفس الكلام، والاو نفس الكلام. وده اسلم طريقه لنقل الدم. عايز تنقل دم، خد وذ سيم بلاد جروب كارير. انا ايه اتبرع لايه واستقبل من ايه؟ انا بي اتبرع من بي واستقبل من بي. الدنيا جميله. لكن يا حبيبي مش كل حاجه انت بتتمناها بتلاقيها. يعني ساعات في وقت الحوادث ما نلاقيش حد بنفس الفصيله، فممكن نضطر ناخد من فصائل بديله. طيب فصائل مختلفة، طيب لازم نطمن كويس قوي ان الفصيلة تنفع تتبرع. طيب نطمن ازاي؟ نرجع للكتالوج، للسكيمة بتاعت التقسيم. قالك بص يا معلم، خد بقى بالك من الحتة دي. الاو ينفع يدي الناس كلها، ده راجل كريم جدا. ليه راجل كريم؟ راجل ما عندهش انتيجين، راجل ما عندهش انتيجين. فصيلة دم او فصيلة كريمة، عطاءة، راجل كريم جدا. ايه الشخصية الكريمة دي؟ يتبرع لاربعة ويستقبل من واحد. يتبرع للاي، ويتبرع للاي بي، ويتبرع للبي، ويتبرع للاو اللي هو زيه، وياخد من الاو فقط. عكسه الاي بي، شخصية طماعة بخيلة. ليه بقى؟ الاي بي راجل طماع، يونيفرسال ريسيبينت، مستقبل عام، راجل يستقبل دم من اربع فصائل، يستقبل من الاي ومن الاو ومن الاي ومن البي ومن الاي بي، وما يديش الا نفسه. اي بي فقط، اي بي فقط. يعني يستقبل من اربع فصائل، من الاربع فصائل اي فصيله معديه ياخد منها وما يقلقش، وما يديش الا نفسه بس. الاو بقى يدي اربع فصائل وما يستقبلش الا من نفسه بس. فبص زي ما انا بقول لك، الاو والاي بي عكس بعض. قلت لك الاو ما عندوش انتيجين، ما عندوش الاثنين انتيجين، عنده الاثنين انتي بودز. الاي بي عنده الاثنين انتيجين وما عندهوش الاثنين انتي بودز، تمام كده؟ خلي بالك بقى من اللقطه اللي جايه. طيب نمسك الاي يا مستر، الاي يتبرع لمين؟ الاي يتبرع لاثنين ويستقبل من اثنين. منطق الاي ده يتبرع للاي اللي زيه ويتبرع للاي بي، ماشي واخد بالك؟ ويستقبل من الاي اللي زيه ويستقبل من الاو. طيب البي يا مستر زي الاي، راجل منطقي برضه، يتبرع لاثنين ويستقبل من اثنين، يتبرع للبي ويتبرع للاي بي، ويستقبل من البي ويستقبل من الاو. فخلي بالك، اجي اقول لك بقى ازاي تحدد فصيله الدم. هي دي كلها هاو تو كان يو تدرماين ايه بلاد جروب. عندي كذا طريقه احدد بها نوع الدم. فلما اجي اقول لك ايه، انا راجل بستقبل دم من اي حد، تقول لي انت اي بي. طب انا راجل بتبرع بدم لاي حد، تقول لي يبقى انت راجل او. طب انا راجل بتبرع للاي بي والاي بس، يبقى انت راجل ايه. طب انا راجل بستقبل من الاو والبي فقط، يبقى انت راجل بي. فاهمين قصدي تتلعب ازاي؟
والدنيا تمشي كده. طيب حلو قوي. الطريقه دي النقل الصح للدم. وقلنا الاو يونيفرسال دونر لانه بيتبرع للكل، والاي بي يونيفرسال ريسيبيانت لانه بيستقبل من الكل، وقلنا الاي يتبرع لاثنين ويستقبل من اثنين، والبي يتبرع لاثنين ويستقبل من اثنين. السؤال بقى يا مستر، هو لو حصل لعبكه غير كده، يعني لو انا خدت من الاي وديت للبي، او من البي وديت للاو، او من الاي بي وحذفت على الاي وهكذا، كل حاجه مصايب سودة، قابل بقى يا معلم، قابل وجع قلب، خطوره نقل الدم، مشاكل نقل الدم، مشاكل نقل الدم، الديستربنس البروبلم يا معلم بتاعت نقل الدم، عندك احتمالين فيهم مشكله. الاحتمال الاخف لو انت نقلت دم سليم، يعني دم نفس الفصيله بس انفكتد، الدم لازم يتم اختباره بشكل قوي جدا 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 فوق ما تتخيل. ليه؟ رقم واحد، انت اختبرت الفصيله كويس تمام، فانا ايه وخدت ايه، في مشكله ممكن تحصل او مشكله ممكن تحصل. لو انت اختبرت الفصيله ونسيت تختبر الانفكشن، يعني لو واحد مثلا فصيله دمه ايه بس عنده فيروس ايدز او فيروس سي بتاع الكبد او فيروس بي بتاع الكبد او كورونا فيروس عنده، هيروح للمريض، فلازم اختبر الدم رقم واحد عشان احدد الفصيله الموافقه او اللي تنفع، رقم اتنين احدد ان هو فري من الانفكشن، لان لو في عدوى هتروح لنا كراجل عيان، يبقى انا تعبان اصلا وتجي لي عدوى من بره بسبب الدم. طب ده الاحتمال الاولاني، يبقى لو في انفكشن في الدم هتعدي وتمر بالنقل. ده لو انا ناقل ايه سليم، لو انا ماشي مع الكتالوج ده ونقلت دم سليم بس الدم كان فيه انفكشن، الانفكشن هتروح للعيان. طب مستر، هو انا لو نقلت دم غلط، يعني خدت من الاي واديت للبي، هتموت الراجل، الراجل هيموت، ويا ريت هيموت بقى اللي هو كده وخلاص، لا ده هيتعب شويه، ده يحصل له شيفرنج، يرتعش، سويتنج، يعرق، بيلنس، يدبل كده، وشه يتخطف، شورتنس ان بريث، مش عارف ياخد نفسه، الريجلر هارت بيتس، هيديك، صداع، يحصل بلود كلوتنج، جسمه يزرق، تمام، ارتفاع لدرجه الحراره، الرجي، حساسيه كده، فاينلي ليتس تو ديث، يؤدي الى الوفاه. عشان كده مش اي واحد، في حاجات في المستشفيات بتتم فيها انفعال مبالغ فيه، تلاقي حد عيان في المستشفى وعايز نقل دم، تلاقي الناس كلها خد مني خد مني، يا جدعان مش قصه، والدكتور يقول لكم يا جماعه استنوا بس نعمل تحليل، او تلاقي انت منفعل، لا انا اللي هتبرع، يعني اصلا مش بالهيصه، هي هو انا لازم اخد دم مناسب، وانا حفظتك دلوقتي مين الدم اللي يتبرع لمين من غير ما يحصل مشاكل. تمام يا جدعان، اتمنى انكم تكونوا فهمتوا فكره نقل الدم البلاد ترانسفيوجن من الفصائل اللي تتبرع لمين من غير ما يحصل مشاكل. طب كلام جميل، يبقى انا كده قدرت احدد فصائل الدم بثالث طريقه. ايه ثالث طريقه؟ اللي هي نقل الدم. فاجي اقول لك انا راجل بستقبل من الاو ان البي بس، يبقى انا بي. طب انا راجل بتبرع للناس كلها، يبقى انا او. طب ست بتستقبل دم من الكل، يبقى اي بي. طب دي طريقه. الطريقه الثانيه احدد الفصيله من خلال الانتيجن ومن خلال مين؟ الانتي بودز. وعشان نبقى حفظنا القصه دي، قلنا الانتيجن عكس الانتي بودز، ففصيله دم ايه؟ الفصائل بتتسمى باسم الانتيجن بتاعها، باسم انتيجنها مش باسم سلاح. فانا ايه؟ يبقى انا عندي انتيجن ايه وانتي بي. طب انا بي، يبقى انا عندي انتيجن بي وعكسه انتي ايه. طب انا عندي اي بي، يعني عندي انتيجن ايه وانتيجن بي، يبقى انا ما عنديش سلاح. طب او ما عندوش انتيجن خالص، يبقى عنده السلاحين اللي هو الانتي ايه والانتي بي. خلصنا يا جدعان؟ فهمنا القصه دي؟ فلما يجي يقول لك ايه، راجل عنده الاثنين انتي بودز، راجل عنده السلاحين، يبقى الراجل ده مين؟ او. الجو الست عندها الاثنين انتيجن، يبقى الجو الست اي بي. فهمت قصدي؟ عشان تقدر تشتغل المسائل، عشان تقدر تشتغل المسائل. كلام جميل، ادينا عرفنا نحدد فصائل الدم. نيجي بقى للقطه الاخيره اللي هي يا باشا اللي هي الاجليتينيشن، احدد فصائل الدم بالتجلط. يعني ايه بالتجلط يا مستر؟ تجربه كده بنعملها في المعمل هتخليني اخليك ان شاء الله دكتور. قول يا رب، بس قول يا رب تفهم اللي انا ايه هقول ده. ايه ده يا مستر؟ هنضطر بس نعمل بعد اذن معليك نشفت كده وننزل على HDMI ونستنى الشاشه تفتح وندخل اختبار جميل كده ونفرجك عليه حتى فيديوهات. طريقه لتحديد فصائل الدم بالتجلط. انت دلوقتي راجل قررت تتبرع لشخص عيان، احنا مش عارفين فصيله دمك، فنقوم ناخد منك نقطتين دم
ونجيبهم على شريحه فاضيه شريحه ازاز ونحط نقطه هنا يمين ونقطه هنا شمال، نعصر صباعك كده ونحط نقطه دم يمين ونقطه دم شمال. ماشي، ادي نقطه الدم اليمين وادي نقطه الدم الشمال بتاعتك، وابتدي اشتري من المعمل. عندي في المعامل حاجه اسمها انتي اي وانتي بي. ايه انتي اي ده؟ السلاح اللي بيتخانق ويتجلط مع دم ايه. وايه انتي بي؟ السلاح اللي بيتخانق ويتجلط مع الدم بي. ما هو انتي ايه يعني انا سلاح ضد الايه، يعني انا بتخانق مع الايه، تمام؟ طب انتي بي سلاح بيتخانق مع البي زي ما انا قلت لك كده، تمام؟ فركز. فانا هجيب الانون بلاد سامبل، الحاجات دي بقى ايه تتحفظ وش كده، تبقى حافظها وش. انا حفظتك فصائل الدم تتنقل ازاي، وحفظتك ان الانتيجين عكس الانتي بودز. قلت لك انت فصيل الدم ايه يبقى عندها انتي بي، فصيل الدم بي عندها انتي ايه، فصيل الدم اي بي عندها الاثنين انتيجين يبقى ما عندهاش انتي بودز، فصيل الدم او ما عندهاش انتيجين يبقى عندها الاثنين انتي بودز. اديك حفظت خلاص. طيب التجلط بقى، اقدر احدد فصائل الدم بالاجلتينيشن. التجلط ايه؟ التجلط نشفان الدم كده. انت عارف لما تروح عند راجل بتاع فراخ ويذبح فرخه فتنزل الدم على السيراميك، دقيقه كده تلاقي الدم نشف وتجلط. دي خناقه بتتم ما بين الانتيجين وما بين الانتي بودز، خناقه بتتم ما بين الانتيجين وما بين الانتي بودز تعمل تجلط للدم، نشفان للدم، وده اللي بيسبب الوفاه لو احنا نقلنا دم غلط. يعني لو انا راجل دم بي، دم بي وحد ايه تبرع لي، دم الاي والبي اتخانقوا مع بعض جوه عروقي فالدم ينشف داخل العروق فيحصل الاجلتينيشن فيسبب الوفاه، التجلط. يبقى التجلط هو السبب الرئيسي للوفاه، الاجلتينيشن توقف البلاد موفمنت انسايد ذا بلاد فيسل ديو تو ذا رياكشن بتوين الانتيجين والانتي بودز، السلاح والانتي بودز والانتيجين قصدي. فالعلماء بيقول لك ايه؟ عندنا طريقه نميز بيها بقى، نفرق بيها ما بين فصائل الدم براكتيكالي عمليا. هنجيب نقطتين دم نحطهم على الشريحه ونحط على النقطه الاولى انتي اي ونحط على النقطه الثانيه انتي بي ونستنى دقيقتين ونتفرج. حطينا على النقطه الاولى انتي اي والنقطه الثانيه انتي بي ونتفرج. الدم بقوامه سائل، لو حصل تجلط الدم نشف مع الانتي اي، تجلط يعني نديله علامه البوزيتيف، والدم ما حصلوش اجلتينيشن ولا نشف ولا حاجه وتاني ليكويد زي ما هو مع الانتي بي، يبقى الدم ايه؟ يبقى فصيل الدم ايه اجلتينيت ويز ايه. تاني كده، فصيل الدم ايه اجلتينيت ويز انتي ايه. طيب ودازنت اجلتينيت ويز انتي بي، احفظ يا معلم بقى الله يرضى عليك، احفظ بقى الله يرضى عليك. انا حفظتك ثلاث حاجات، انت بقى تعب معايا في دي. طيب لو حطيت الانتي اي والانتي بي والتجلط حصل مع الانتي بي وما حصلش مع الانتي اي، يبقى الفصيله بي على طول، سهله بقى اهو. حصل اجلتينيشن مع الانتي اي يبقى الفصيله ايه، اهو نفس الاسم. حصل اجلتينيشن مع الانتي بي يبقى الفصيله بي. طب مستر حصل اجلتينيشن مع الاثنين يبقى الفصيله اي بي. مستر الدم تمنى ليكويد زي ما هو وما حصلش اجلتينيشن خالص يبقى الفصيله او. والله ما في اسهل من كده، ما في اسهل من كده. لو حصل اجلتينيشن مع الانتي اي نوت انتي بي الفصيله ايه، لو حصل اجلتينيشن مع الانتي بي مش الانتي اي يبقى الفصيله بي، لو حصل اجلتينيشن مع الانتي اي والانتي بي يبقى الفصيله اي بي. طب لو حصل اجلتينيشن ما حصل، لو ما حصلش اجلتينيشن خالص والدم تناه ليكويد زي ما هو يبقى الفصيله بي، يبقى قصدي الفصيله او. كده احنا خلصنا يا جدعان، خلصنا يعني ايه فصائل دم وخلصنا اهميه الدم، تمام؟ قلنا يا جدعان من الاول اهم حته في الدرس ازاي اقدر افرق ما بين الفصائل عشان اقدر احل المسائل. فصيله تاني كده بتتفرق بالاجلتينيشن وخلصنا. لو حصل اجلتينيشن مع الانتي اي يبقى الفصيله اي، اجلتينيشن مع الانتي بي الفصيله بي، اجلتينيشن مع البوث اي بي، مفيش اجلتينيشن او. وحفظتك بالانتيجين والانتي بودز، انا انتيجين اي يبقى انا اي وعندي انتي بي، انا انتيجين بي يبقى انا بي وعندي انتي اي،
انا انتجين ايه وبي يبقى انا ايه بي وما عنديش انتي بودز. انا ما عنديش انتجين يبقى انا او وعندي الاثنين انتي بودز. ودخلنا كده واشتغلنا على البلاد جروب ترانسف يوجن. كده انت فرقت ما بين الاربع طرق يا شباب من عمليات ازاي تقدر تفرق ما بين فصائل ايه لو سمحتوا، ما بين فصائل الدم. ممكن نجيب الملزمة كده، نجيب برضو الـ HDMI كده ونحاول نقرأ الكلمتين دول مع بعض بسرعة وبإيجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. Inheritance of blood group in man. A human blood is classified into four groups اللي هي الـ ABO وكلام كده. This classification is called the ABO blood grouping. Genetic classification. Inheritance of blood group controlled by three types of gene. في ثلاث جينات وعشان كده بنسميه إيه؟ called alternative genes، جينات متعددة يعني. Every offspring contain two of these alleles. أي بني آدم فينا عنده رمزين بس، on the chromosome رقم 9. حلو الكلام يا جدعان؟ على الكروموزوم رقم كام؟ 9. تمام؟ According to this allele، ماشي. زي ما أنتم شايفين كده هتلاقي give reason يقول لك blood group consider the case of lack of dominance, complete dominance, multiple alleles. واحدة واحدة كده هات لي القلم معلش محمد بتاع البورد ده. طبعا lack of dominance عشان الـ A والـ B dominates الـ O. ماشي ماشي. طيب lack of dominance عشان الـ A ولا الـ B dominates each other فبيطلع لي حاجة اسمها الـ AB. طب complete dominance عشان الـ A والـ B dominates الـ O. طب multiple alleles عشان بيحكموا ثلاثة جينز اللي هي الـ A والـ B والـ O. جايب لك هنا مسائل بقى جميلة يعني. مسألة أولى بقول لك إزاي تتجوز اتنين بلاد جروب مع بعض ويجيبوا أربع أنواع من فصائل الدم اللي هي الـ A O في الـ B O. طيب بقول لك راجل فصيلة دمه إيه؟ اتجوز ست فصيلة دمها A B وشاكين إن ابنهم O. هل ابنهم ولا مش ابنهم؟ طبعًا أنت عارف إن الـ A B عمره ما يخلف O. فهتشتغل المسألة. بعد كده بقول لك إزاي أعمل كلاسيفيكيشن لفصائل الدم. الأربع فصائل بيتحددوا بناءً على حاجتين. الأنتيجين والأنتي بوديز. زي ما انا قلت لك الانتيجين عكس الانتي بودز. طب مين الانتيجين؟ كيميكال سبستانس موجوده على السيرفيس بتاع الريد بلاد سيلز وعندي منها نوعين انتيجين A وانتيجين B. الانتي بودز سبستانس موجوده في البلاد بلازما وعندي منها نوعين برضو انتي A وانتي B. خلي بالك بقى فصائل الدم زي ما انا حفظتك اللي عنده انتيجين عكسه الانتي، الانتيجين عكس الانتي. ففصيله الدم A عندها انتيجين A وانتي B. فصيلة دم B انتيجين B انتي A. فصيلة دم AB عندها الاثنين انتيجين وما عندهاش انتي بودز. فصيلة دم O مفيش انتيجين ولكن الاثنين انتي بودز موجودة. طيب طريقة تانية بحدد فيها فصيلة الدم قلنا بناء على الخناقة الاجلتينيشن التجلط نشفان الدم. Type of blood group can be determined through the reaction that occurred between the antigen and the antibodies and the occurrence of agglutination or not. يعني شوف الدم يتجلط ولا ما يتجلطش. طب ايه التجلط ده؟ قلنا reaction ما بين الانتيجين بتاع red blood cells والانتيبوديز فيفتت للدم وينشفه ويوقف الحركة ويسبب الوفاة. فهنا بقى هتلاقي يقولك ازاي تقدر تحدد الفصيلة practically عمليا. اختصرنا الكلام ده وعملناها في جدول. لو حصل انتي اي اجلتينيشن الفصيله اي، لو حصل اجلتينيشن مع الانتي بي يبقى الفصيله بي، اجلتينيشن مع الاثنين الفصيله اي بي، مفيش اجلتينيشن او. طيب نيجي على اللي بعده نقل الدم. قلنا نقل الدم ده قصه. بلاد كان ترانسفيوزد بتوين ديفرنت بلاد جروب اكوردنج تو ذا سبيسيفيك سيستم اللي هو قدامك ده. لازم تبقى فاهمه كويس جدا ولازم تركز على حاجتين الانتيجين بتاع الدونر والانتي بودي بتاع الريسيفر. ليه بقى؟ لان في مشاكل تحصل مع نقل الدم. فانا جايب لك المصايب ايه؟ سم ريسك تحصل للبيشنت اللي بيستقبل الدم. زي وين بيرسون ريسيفز ان كومباتبل بلاد دم غير مناسب هيجي له ايه؟ شيفرنج رعشه شيست بين الم في صدره بيلنس يصفر الريجولار هارت بيتس لو بلاد بريشر هيديك شورتنس ان بريث صعوبه في النفس يوجوالي اندز وذ ديث. لكن لو خد فايرال انفكشن ممكن يجيله بقى فيروس سي فيروس بي الايدز كورونا ولا بتاع. وعشان كده لازم الدونر دمه المتبرع نفحص دمه بشكل قوي جدا عشان نطمن ان ما فيهوش انفكشن وانه مناسب للمريض. وسجلنا ملاحظتين حلوين ان الاو يونيفرسال دونر لانه بيتبرع للناس كلها
والاي بي يونيفرسال ريسيبيانت البخيل اللي بيستقبل من الناس كلها. وبرضو جبنا التاني كده. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام اهم حتة دي لما كل حاجة، كل فصيلة بكل معلوماتها. فصيلة دم ايه؟ الجينوتايب بتاعها نوعين، لاما ايه ايه لاما ايه او. الانتيجين ايه؟ يبقى الانتي بي. تمام؟ تتبرع الاثنين وتستقبل من اثنين، تتبرع للاي والاي بي تستقبل من الاو ومن الاي، بتتجلط بتعمل اجلتينيت مع الانتي ايه فقط. نفس القصة عكسها بي والاي بي والاو. كل معلومة تخص فصائل الدم تحط التيبل ده قدامك تقدر تحل اي مسألة جيناتكس، يقول لك من الفصيلة تقدر تحددها على طول. طبعا هيتبقى جزء بقى في الدم لسه مخلص، اللي هي الفصيله البوزيتيف والنيجاتيف. حاجه اسمها ريليس فاكتور او الار اتش فاكتور، مش هتبقى في البارت ده، تبقى في البارت الجاي في الحصه القادمه ان شاء الله، اللي هي كلمه بوزيتيف ونيجاتيف. تمام؟ دي تستنوها ان شاء الله في المره الجايه، عشان هننهي ساعتها الار اتش اللي هو الريليس فاكتور والبلاد جروب والموال ده. سنقف لحد هنا النهارده، اشوفكم في حصه جايه ان شاء الله. السلام عليكم.